شركة الأرض للمنتوجات الزراعية الفلسطينية، طبعا هي شركة تعبئة زيت زيتون ومنتجات زراعية. بنحكي العمود الفقري لشركة اللي هو تعبئة زيت زيتون، والمنتجات الزراعية بنحكي على زيتون مكبوس، بنحكي على فريكة، مفتول، برغل، تمر، بذر بلدي، بنحكي كمان اللي هو الصابون الفلسطيني التقليدي مصنوع من زيت الزيتون. بخصوص خطوط الإنتاج، بتمتلك الشركة 3 خطوط إنتاج لتعبئة زيت الزيتون. الخط الأول والرئيسي اللي هو خط تعبئة العبوات الزجاجية، اللي هو الخط الرئيسي، خط تعبئة أوتوماتيك. نحكي على عبوات زجاجية من حجم 250 مل مرورا بال 500 مل و 750 مل وحتى الواحد لتر. طبعا الخط متطور جدا، في آلية تنظيف العبوات، في آلية إضافة نيتروجين على الزيت قبل عملية تعبئة حتى يحافظ على جودة الزيت، عملية الليبل، عملية بتحكي على خط أوتوماتيكي. طاقته الإنتاجية بتصل إلى 2000 عبوة بالساعة من حجم 500 مل تقريبا. الخط الإنتاجي الثاني بتحكي خط خاص بالأحجام الخاصة، اللي هو الأحجام العبوات البلاستيكية والأحجام العبوات الزجاجية، بكون إلها شكل مختلف لا يمكن تعبئته على الخط الرئيسي. شركة الأرض يعني وجدت لتدخل الأسواق العالمية، ولكن مبدأ إيجاد شركة الأرض، شركة الأرض بالتعريف عنا نعرفها بأنها هي الاستثمار الاجتماعي والأخلاقي لمجموعة عنبتاوي. فوجدت هذه الشركة لكي أولا تقوم بالتصدير، فهذا التصدير حلم وإله نتائج إيجابية كبيرة على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني الفلسطيني. اللي بيميز منتجات شركة الأرض للمنتجات الزراعية، نبدأ في زيت الزيتون. زيت الزيتون عبارة عن زيت زيتون فلسطيني في البداية، هو زيت زيتون فلسطيني. شركة الأرض حاصلة على شهادة الجودة الفلسطينية الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، بالإضافة إلى حصولها على شهادة الآيزو 22000 اللي هو نظام إدارة السلامة الغذائية، والتي تضمن وصول منتج سليم غذائيا للمستهلك خالي من أي مخاطر قد تؤثر على صحته. فهذا شعار هام في شركة الأرض، نحن ندعم المزارع الفلسطيني حتى ينتج منتوج عالي الجودة يؤهلنا لدخول الأسواق العالمية. والحمد لله دخلنا الأسواق العالمية وتم قبولنا في كثير من الأسواق، ولكن المشوار صعب والمشوار طويل، ونحن مستمرون وإن شاء الله بنحقق نجاحاتنا وندخل الأسواق العالمية ومن نثبت للناس أنه المنتج الفلسطيني الأنيق اللي احنا بنقدمه لهم مصحوبا بالجودة المميزة اللي جاءت والعلم عند الله من بركة هذه الأرض المقدسة ستساهم كثيرا في نجاحنا المستقبلي.